حرقت مرتك واولادك وامها. ايوه حرق. شنو الدافع حسب ال كذا؟ شنو الاسباب اللي تخليهم يحرقوا؟ حرقت الاسباب، الاسباب واخذت راي امها. امها هي اللي درت عليها، قالت لها سيب عليك ولا وحي عليك منها وبري لفرنسا وامشي انا حتى اختك انا غادي فرنسا وبري ديري حياتك وديري كارسي جور وديري كارسي كريسيسيان. تعال هي هذه اللي تحب تعمل. أيوة. يحبوا يمارسوا في بعضهم. تقول لك كيفاش فلان دارك وقت وانا ما درتش وقت. اي لكن شنو علاقتك يا رفيق انت بامها؟ يظهر لي الامور مشاكل بينك وبينها. يا ودي نكلف فيك مشاكل، ما عندي حتى مشاكل. مشيت بينك وبين امها. بيني وبين امها ما عندي حتى مشاكل. كانت هي من 2011، من 2012 ل 2018 برسك 6 سنين ما تمشيش لدارهم. خليني من هذاك. انت عندكش مشكله مع امها؟ ما عنديش مشكله مع امها خلاص. ما عندكش مشكله؟ ما عندي حتى مشكله مع امها. وباركونتر قبل ما تحرك تمت ولا مشيت للكلينيك ومشيت للعمليه، انا بشهاده الكلينيك وبشهاده الطبيب وقمت الواجب وعملت اللازم كل مع امها. مع امها ما عندي حتى مزيه.